مؤسسة العدالة الأمريكيون مسلمون من أجل فلسطين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي واحدة من أهم المؤسسات المساندة للقضية الفلسطينية بكل جهدها لإعلاء صوت فلسطين على الساحة الأمريكية وفضح سياسة الاحتلال العنصرية. الآن إسرائيل يفترض أنها قد تدخل برنامج الإعفاء من الفيز لمواطنين إسرائيل في شهر سبتمبر القادم. سبب تعطيل دخول إسرائيل إلى اليوم ضمن هذا البرنامج هو هذه الجهود التي تتم هنا. هكذا تسعى المؤسسات المساندة لقضية فلسطين في الولايات المتحدة الأمريكية لتصدي لأي خطوة من شأنها طمس الحق الفلسطيني الذي كفلته المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. هنا في أحد ضواحي العاصمة الأمريكية واشنطن، كانت وما تزال مؤسسة AMB مسلمو أمريكا من أجل فلسطين يدا فاعلة لمساندة شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال. أمريكيون مسلمون من أجل فلسطين هي مؤسسة أنشئت عام 2006، أنشئت في شيكاغو بسبب حدوث فراغ بعد هجمات 11 من سبتمبر في العمل لفلسطين في أمريكا. كان هناك حملة أمنية على الجالية الفلسطينية والعربية والمسلمة، ولكن أكثر من تضرر هم الفلسطينيون والعمل لفلسطين في أمريكا. انتقلنا هنا إلى واشنطن في عام 2015، والهدف كان أن يكون العمل خارج الإطار الجاليوي، بمعنى أن نتجه أكثر إلى العمل الأمريكي، أن نكون مؤثرين في أمريكا وليس فقط محاولة تحشيد الفلسطينيين أو تحشيد العرب والمسلمين لصالح فلسطين. المؤسسة AMB تعمل من خلال فعاليات عدة، لا سيما الحشد السياسي والمجتمعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الدولة لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية. أول من عقد يوم فلسطين في الكونغرس هي مؤسسة أمريكيون مسلمون من أجل فلسطين، عقد في 2015، ومنذ ذلك اليوم هذا المؤتمر يعقد سنويا. هذا العمل الآن يتم تحت Americans for Justice in Palestine. أكبر المظاهرات التي عقدت في أمريكا أو التي قامت في أمريكا هي كانت من تنظيم مؤسستنا بالدرجة الأولى. ورغم الصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، فإن القائمون عليها ماضون في دعم الرأي العام الأمريكي ووسائل الإعلام حول القضايا المتعلقة بفلسطين وقضيتها العادلة. من العاصمة الأمريكية واشنطن، زاهدة بدر، تلفزيون فلسطين.